السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي متابعين القناة، اليوم اوضح لكم في مسألة مهمة بخصوص الاقامات والقرارات الجديدة بخصوص الاقامة السياحية والاقامة العقارية وكل اللي يدخل الى تركيا. شفتوا منشورات بالفيسبوك وشفتوا باليوتيوب، يعني اكو مواضيع بغير مكان انه الاقامة صارت صعبة ولازم رصيد بالبنك ومن هالسوالف هذه وهالشغلات. لحد هاللحظة للمعلومة، اعطيكم معلومة ابشركم بالخير، لحد هاللحظة هذه يسموها تحت الدراسة، ماكو شيء قانون. يوم 10 يعني 10 شباط تم رفع هذا المقترح الى الدولة، يعني الوزارة الداخلية للجهات المختصة، تحت الدراسة، ما مطبق، مو قانون جديد. مع الأسف أكو ناس رأسا نشروا أن القانون الجديد صار هيج وهيج وهيج، ماكو هيج شيء. لحد هاللحظة ماكو قرار مطبق. يعني أنا إذا أعطيكم هسه كشيء أنه هذا تحت الدراسة ويعمل به على أساس يوم 15/2 بعده ما موافقين عليه، فالعالم كلها خايفة. وإحنا شلون أكو ناس يقول لك أنا راح أرجع للعراق؟ أنا أطمنكم أنه ماكو هالشيء، وراح يصير الأمور غير شكل واحتمال أسهل وماكو شيء يصعب. يعني حتى لو مثلا يقول لك رصيد بالبنك، ماكو احتمال سنه كامله اللي قدام، ماكو هيك شيء. احتمال يطلبون منك مثلا انت خلال شهر ايش قد تصرف، لنفرض يحسبوها عليك 10,000 ليرة، تخلي 10,000 ليرة وتسوي اقامه وهكذا. السياحه راح تختلف، يعني مثلا اللي يريد يقيم 6 شهور يقدر يسويها ب 6 شهور، اللي يريد يقيم لمده سنه يسوي اقامه لمده سنه وهكذا، طبعا قابل للتجديد اذا انت موجود داخل تركيا. فأنا هسه هذا الفيديو بس أطمنكم إنه هاي القرارات حاليا غير مطبقة، بعد الحد اللحظة غير، يعني ما عاملين بيها نهائيا، مجرد دراسة تحت الدراسة أو نسميها، تقدمت للدولة وبعدهم ما حد موافق عليها ولا أي شخص أي مسؤول موقع عليها. فأطمنكم إن شاء الله، وانتظروا من عندي فيديو بالتفصيل من أشوف الأخبار او القرارات الجديده، انزل لكم فيديو بالتفصيل تعرفون، وانا اشرح لكم شرح مفصل. فاطمئنوا، الاقامه في تركيا مفتوحه بعدها، والدوله تستقبل الناس اللي تجي تريد تسوي اقامه عادي، ماكو شيء، اطمئنوا. وان شاء الله ان شاء الله ابشركم باخبار ساره تفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.